دوين اول صباح عليكم بخير كل شيء وهذاك ملي تكونوا مرتاحين في احسن الاحوال خبرتوا بزاف وبزاف ديال بزاف ديال بزاف ديال بزاف اي نو السموحات بلا صياح اوكي الفيديو اللي حطيت والله عاد تلتيت منه وحق الله المونتاج كان زوين وكل شيء وهذاك والجيم كانت زوينه وكان الفيديو غادي مزيان ولكن الكاليتي صاحبي اكسبورتات ب 480 بسبب الايديتور تحية ليه هو اللي غادي ايديتي هذا الفيديو تبارك الله عيقنا بهذا الشيء لا بركة عندنا الله يرحم ليك والديك بركة عليا لعل وعسى هذه المرة يحطوا لنا فهمتي 1060 ولا شي حاجة بحال هكا المهم نتمنى تكونوا كاملين بخير شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم انا عارفة بلي تعطلت بزاف ولكن بعض المرات غير كتعرفوا الافكار كيهربوا وكلشي كيهرب ايوا ما نطولش عليكم ما تنساوش لايك سبسكرايب بارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش تشجعوني نزيد نحط فيديوهات انا عارفه بلي غبرت والتفاعل شويه غادي يهبط ولكن ماشي مشكل غادي نطلعوا الدين ديما اكان اوكي اي تراست يو جايز اند اي تراست يو اليوم اي هاف نو فاكين ايديا شنو غادي ندير با يا اليوم غادي نشوفوا شي حوايج غريبه غادي هوفلي ما نزبلهاش و ياب ليتس جو الإنسان ما فيهمش عظم حنا تنور الأخت الكريمة هنديرو راسنا ما سمعنا والو باش يكونوا يحميو راسهم بلا لا ما تقوليها شويلي هي حنا الكراية محرومين من شي حاجة سميتها السطح حنا راه كنشرو حويجنا في الترجم علاش داكشي كيتنشر دابا ولا كيفاش راه مقاري دود علاش ديما كتبدلوا الميم بالواو علاش هذاك الشاب جايز علاش ديما حرف الميم كيتبدل بالواو داكشي علاش ديما كتزبلوها صاحبي اللسان راه فيه عظم راه انتوما اللي ما كتعرفوش كنترولي لسانكم شدوا وليداتكم باش تحميو ريوفكم ميم الاسره نحميو الحي ونحميو المدينه ديما لابسه محترم كنسمع كلشي انا وماما كنهضروا انت وامك كاع اويلي جمعتي امك كاع معاك حشومه صح موفان 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 سيواجي يا حموده ويا القاوي شو البحر ولا باس البحر ولا باس ولكن ديك السيده راه دازت في العرض وشرف داك السيد راه خاصها تزوج بيه وتستر خاصها تستر السيد راه صافي قصت ليه الشرف ديالو والشرف عند الرجال اهم حاجه كاين ولا ما كايناش كاينه هذه صافي فلتستروا ترامتكم يا اخوتي في الله في البحر خاصك تبقى غادي داير يديك بحال هكا فهمتي اوكي ام سوري علاش باس لو حط الله والبندير ما قدرش يحبس الضحكه اوكي ويت والله ما رايس زاير هذاك خانة في الله والله ما رايس زاير هذاك يا خويا هذاك راه كمان جا ريلاكس صاحبي راه واخا يكون فيك الكبش ديال الدنيا فك دير طيط في هذه اللقطه هذه الله يرحم بها الوالدين امشيو كتبوا عليا في لي كومونتير او الثاني حيتاش هما اصلا فهمتي راك فاهم دير طيط ما تنساش يا نايدر داك عليا بصفات العربي هربي ربي تلفي الرايز تقول الله يستر مع الله يحسن الاعوان مع الله يتبقى تستر فهمتي هذه ماشي سوء التربيه هذه راه خلل في التربيه راه ماشي سوء في التربيه صاحبي راه كاين فرق ما بين سوء التربيه وخلل في التربيه انا عارفه بلي ناس كبار كيتفرجوا فيا ما يبي عندهم وليداتهم غير حضي وليداتكم في السوشيال ميديا ما فيها باس انك تعطي تليفون يلعب يتفرج كذا كذا ولكن حضي ولدك شنو كيتعلم من السوشيال ميديا وشنو كيحط في السوشيال ميديا بعض المرات يقدر يبارطاجي شي حوايج اللي فريمون فهمتي يقدر مثلا هو صغير ما عارف والو يقدر عنده عادي تكون شي كتبدل ولا خارج من الدوش ولا شي حاجه هو صور ولا حال لايف ولا شي حاجه بحال هكا وبزاف ديال الناس طراو لهم بحال هادشي هذا سوا حطي وليداتكم عافاك الوالده من الاغنيه من قبيله وهي كتعاود يا كنعرف فهمتي عاودوا خمسة د المرات قضى الغرض الوليد صغير هاي الوليد صغير طاير في عالم اخر ويك وي مشربين مسكين والله
حشمه عليكم. ولكن شوف متايميها والله حتى متايميها قسما بالله. جود جوب فهمتي الوظيفه باينه ان شاء الله. المهم درنا صويريه ودابا الثانيه راه طنجاويه. ديما المرقه المرقه شويه ديال الديسير ما في باس الانسان يشونجي شويه. كل ما جينا فيها عروسه ما فيها حتى شي باس. تشونجي نتايا واش هي جوية تشونجيها دوي جوية تشونجيها ما فهمتش انايا كريزي ما ناضخينا وحق الله العظيم. وشو هي جالسه كتضحك تماك بحال الا ما كيهضرش عليك ما كيكلاكسيكش في هاد اللقطه وكلاش حتى مرتو صاحبي مرتو القديمه مرتو الاولى جالس كيقول ليها المرقه والديسير زعما مرتو الثانيه هي الديسير ومرتو اسكت اسكت علي عاوتاني ما دوي معايا هز هذاك الشيء اللي طاح لك اسمحني هو طاح لك النيفو لاتي انا هادشي اللي كنهضر عليه دريه باقا صغيره ما عارفاش بلي راه كلاشة كلاشة راسها ماشي كلاشة عباد الله راه فهمتي راه كتقول راه النيفو اللي طاح لي لا يا صاحبي ما يمكن ارونو هاد الجيل هذا اي 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 ما بغاش قلبك يفيق ما شديتيش معاه ضربه يا جنان هذه كيفاش ما فهمتش واتس جوين اون الطريق عمري فيك ما احسن لي الواحد كان كانوا الساعه بان شعرك ما تيتحركش والله دابا علاش تعذبي الفصل ديال الشعر ديالك حشومه راه ورا هذا الفيديو هذا اللي طبعا ما خاصكش تمشي ديري سوا ديال الشعر كترجع تمشي داك الشعر ديالك فهمتي كيفاش صافي ممكن زريقه سرعه في الرجوله كانوا علامات الساعه زريقه حشومه حشومه خاصناش نتنمروا على الناس ما خاصناش نتنمروا على الناس خاصنا ننصحوا الناس الا شفنا شي حاجه نقولوا الله يحسن العوان وما نضحكوش ولكن هاي كانت ما نقدرش نحبس راسي اسمير وتهز بينكون كان حلم وكي عرف يلوز أحسن من نورة نورة فتحي يا صاحبي لتغال موكي عرف يلوز أكثر من نورة يجي واحد يقول لك شباب المستقبل الشباب راه ضايع الشباب ضايع الشباب ضايع ضايعين 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 ولاو فاهمين الدنيا غلط عند بالهم التلواز تساوي فلوس لا حول ولا قوه الا بالله اجمعوا لينا تراميكم يا صاحبي وات فاك طير ولا مخيا جيب لي مخوار عشيري كلاخ ومهرس ومدكدك و و و و عرفتي الانسان صاحبي فهمتي راه الا جينا نهضروا الا جينا نوصفوا الانسان ولا الانسان في هذا الزمن هذا ولا في هذا الجيل هذا سبيشلي الكلمات تعجز عن الوصف واللسان يعجز عن الكلام واو وليت شاعره الله يعطيني وجهي فين ما تنشوف هادو سبيشلي ام نا ريسيست ولكن فين ما كنشوف هادو في الغابه كنعرف شي مصيبه كاينه تما ايش تاتي سو ماشين؟ اه دو لا 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 كيكذبوه باش عاد كتا ماشين كنو فمش شافرنا مو بالدك على الكفع العسي لا 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 جيت واش عم بقريش واش بديتكم انا اسيب على الكلمة اللي غادي نقول ولكن صحة بلاصة صحة والراحة روز ترامي ما تفهمونيش غلط ولكن باز 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 لهذوك عرفتي سبيشلي الناس ديال لاصال تحيه ليكم المهم هوفلي ملي تشوفوا هذا الفيديو هذا فهمتي تبدلوها السباغيتي ولا تمشيو تاكلوا لي بات احسن من الرز التغامي طلع طلع في الطونوبيل طلع بان ليا بحال شقال عليك داك الصاك شرفتي ولا شنو؟ اه مزو طلعوا غير تهزوا النيت وتشوف الشيف علاش قاد هادي هي البساله انت درتي داك الفيرست ستيب بغيتي تطلع لخونا على راسو زعما هو جا هو طلعوا معاك شتي هاد المره هادي يكون باس ولكن حدا فمك شتي كيقول باش ما تقولش وي تبارك عليك البيت وعاد ما تماركي انت هاد المنبر شوف قبل ما يجاوب هذا دراري الدريات شنو امنيتكم في الحياه انا بعد الامنيه ديالي في الحياه صراحة ما كنتش عليكم كون نرجع لدوك الايامات فاش كنت كنستريم فيسبوك ايامات بابجي وكذا كانت من احسن الايام امنيتي اموت وانا ساجد انت تصلي لا كيفاش كي درتي لهذا ما
فهمتي دابا انت بغيتي تموت وانت ساجد وانت ما كتصليش كي بغيتي دير لها ما فهمتش ما فهمتش فاش غتوصل ساعتك غتقول له بلاتي نمشي نصلي وعاد فاش نسجد استغفرت الله العلي العظيم واو 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 انا بعدا شوف انا لساني ما في عظم توكسيك ولكن داكشي ديال الدين فهمتي ما تعجبنيش اللي كتقولي ولا ما نكذبش عليكم والله والله سيريس حرقتنا الدرابو ديالنا يا الدبان الجيعان يا بودارع العطشان يا بني سربوب يا قشر الحوت يا ترابي من ولا يا قشر الزباله يا خيخيه التالت القافيه صندوق الله تعالى وعلى حتى يعطيك دقه قد البقه يا الكلوشاره كتحرق لنا الدرابو ديالنا حنا ادينا كهضرنا معاك قلنا لك شي حاجه اللي ما عجباتكش الله تعالى وعلى حتى يتولاك خلينا الكلوديو خلينا الكلوديو خلينا الكلوديو تخوا فوا شي مسلم شي بروبليم مع هاد خينا هذا كيعرف يتسبح اكثر من ساريكول وات ما وليت نتصدم انا في الرجاله وحق الله مالي الرجال اين انتم اراكم الو 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 الرجال ولاو دايرين المصايب اكثر من العيالات فين هما المصايب ديال البنات فين هما المصايب ديال العيالات ما بقاوش يبانوا بالمصايب ديال الرجال فهاد الحيال اي واحد تيتفرج فيا غير كون فهمتي كيفاش كون راجل ماشي طاكا راه ما كنكلاش شي حد راه جات في بالي وقلت صافي شو لسان ما في عيب كويك فتحه ديالي وكوكو فتحه ديالي كويك فتحه ديالي وكوكو فتحه كنت سأل هاد فتحه هادي واش دجاجه باش كيقول لها ويك ويك ما فهمتش انا يو 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 لسه ما بقاتش فريمون سمعوا ما بقاتش وحسن قالت وفتحه جيبوا لها صاحبي فتحه مالكم ديالي فتحه كانت تبغيني انا شي صاله باش نسيني بصراحة من هذا الصوت هذا فهمتي راه ما تحد ما ينساك كثرة الألم اللي غادي يجينا في الودلينات ديالنا فهمتي وفي قلبنا من هذا التفاجئ فهمتي راه بيان سور ما غاديش نساوك إن شاء الله ما غاديش نساوك سو نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم ويعجبكم مهم فهمتي التسخينات التحميات الا عندكم افكار اكتبوا لي في لي كومونتير اكتبوا لي في لي كومونتير بغيت افكار الدراري اللي تغالم عقلي ما قادرش يخرج ولا ها هي ما قادرش نفكر ما عارفه ما ندير تالفه سو الا عندكم افكار بغيتوني نديرها في الفيديوهات الجايه ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو او ماكس او ماكس وديروا لايكات حيت راكم مقصرين امين انا اللي مقصر حيت كنغبر عليكم ولكن ماشي مشكل فهمتوا ديوني على قد عقلي نتوما صحاب العقل زعما فهمتوا كيفاش المهم اش بغيت نقول لكم ضلوا لي فراسكم نشوفكم في الفيديو الجاي ما تنساوش تدخلوا ديروا فولو الانستغرام الدراري والدريات راه المهم انستغرام هي اقرب حاجه ليا كنحط فيها بزاف وكذا اند سيروا ديروا فولو في تويتش راه كنستريم يوميا ان شاء الله غادي نولي نستريم مع 10 ديال الليل واقيلا ولا شي حاجه بحال هكا المهم تمشوا للانستغرام غادي ندير لكم واحد البول وانتوما شوفوا شنو بغيتوا ديك الساعات واش مع الوقيته القديمه ولا مع الخمسة اوكي تهلاو ليا فراسكم سي ليتر اند نتلقاو فهمتي عاودوا خمسة د المرات قضى الغرض.